الارهابيه يطخوا من هون. هربنا صارنا 5 ايام بالبلد. امبارح سمعت انه النظام الجيش امن فاتح البلد على الكرك مشي عجري الله بعد الحال وصلني على الجيزه. صار امبارح اطلاق نار بتنا بدار هون. انا مروح مشي على الكرك. قالوا الكرك امان الجيش فيها وعملوا حاجز على الطريق من قبل البلد على الهويه بفوت على البيت وخلص. حياه صعبه كثير. يعني بتمنى من الله زمان انتهون. الله يجازي اللي كان السبب. نحن بأمان. الأمان الأمن أمان. اسمه أمان يعني بينام راحة. بسط قدموا جيش 100 أهلا وسهلا بقلوبنا. أولادنا أنتم. نحن أولادنا بالجيش. نعم أنا خدمت عسكرية. نعم أنا خدمت عسكرية ب1/61. كانت طبعا احنا بالنسبه للنظام ما كان في نظام وكان في مسلحين تتحكم في فئه من نقدر نقول بوكا فئه من المسلحين كانت ضاله وتعتدي على المواطنين وعلى هذا. ما كان في حياه مقيم مقومات الحياه ما كانت موجوده لدينا. فكانت العالم مجبور تظل تحت وجودهم بسبب انه نحن يعني مغلوب على امر المواطن كان ما كان يقدر يتكلم. ف مشت الحياة بما بثم لحتى الله سبحانه وتعالى فرجها علينا واجى الجيش واجت القوات المسلحة. كان في أول شيء من الأردن. شي كان في من الأردن الشيشان. أيه. كان في موجود ما نعرفه مش بس كان بين شكلهم إنه مو من البلدين. ряд городов и деревень южных провинций готовы пойти на мировую с сирийским правительством. Однако, помимо радикальных террористов, некоторых местных старейшин и авторитетов похищают и убивают сами боевики свободной армии. В последние дни они выложили несколько видео в сеть для устрашения колеблющихся. Часть отрядов США даже заявила о готовности присягнуть на верность ИГИЛ и сражаться вместе против сирийской армии. Все это лишний раз только показывает истинное лицо умеренной оппозиции, которую долгие годы Запад снабжал для борьбы с официальным Дамаском.